السلام عليكم ورحمة الله. تروج في مصر هذه الأيام مجموعة من الأساطير التي تسهم بدرجات متفاوتة في تشويه الوعي والإدراك العام، وأحسب أن هذه الأساطير تحتاج إلى جهد لتفكيكها على الأقل لتخليص الحقائق من ركام الخرافات والأوهام. أحد أشهر هذه الأساطير يتمثل في شيوع الاعتقاد بأن الحل الأمني كفيل بإنهاء الأزمة الراهنة في مصر. وهذا المنطق بيعني أنه الصراع الحاصل لا سبيل إلى حسمه إلا من خلال الأجهزة الأمنية والشرطة طبعا والنيابة والقضاء وإلى آخره. وبيعني أيضا أنه العقل السياسي سوف ينحى جانبا ويمنح أجازة مفتوحة، وأنه العضلات هي التي تتحدث وليس العقل. والخلاصة التي تنبني على هذه الفرضية وهذا التأسيس النظري هي تتمثل في أنه الانطلاق من فكرة أن الاستئصال والقمع هما الحل، وأنه للأسف الشديد لم يعد هذا منطق مؤسسة الأمنية وحدها، ولكن بأزعم أنه صار هتافا يتردد في مختلف أو الأغلبية الساحقة من وسائل الإعلام التي في انحيازها إلى هذا الموقف بتتربص بكل صوت يدعو إلى أي إعمال للعقل أو أي تفكير سياسي في الموضوع. وسلاح الإعلام خطير لأنه بيوجه سهام مسمومة لأصحاب هذه الأفكار أو هذه الدعوات، بتتراوح بين اتهام بالخيانة والإرهاب، ودي مسائل ليس بسيطة، ولكنها بتعد نوع من أنواع الدعوة إلى التكفير السياسي، إنه التي أصابت ليس عوام الناس فقط ولا أنصاف المثقفين، ولكننا فوجئنا للأسف الشديد بأنه بعض المثقفين المحترفين أو الذين حسبناهم كذلك انخرطوا في هذه التظاهرة وتحولوا إلى جزء من شبيحة السياسة وبلطجية الإرهاب، وهللوا يعني مع المهللين والشامتين لمظاهر القتل والإحراق والتنكيل بالناس، وإنه بالتالي أصبح الاجتهاد حتى في هذه الأوساط ليس في حل الإشكال، ولكن كيف يمكن التمكين لنهج الإبادة والاختلاع، وده منزلق خطر في الحقيقة إذا لم نستطع أن نوقفه، فعلى الأقل ندق الأجراس منبهين إلى خطورته، لأن ذلك يشكل منزلقا يمكن أن يفضي بنا إلى كوارث حقيقية مجتمعية. وهذا بالضبط هو مفهوم الحرب الأهلية التي قيل لنا أن تدخل القوات المسلحة بعد الدكتور مرسي أراد أن يتجنبها، فإذا به يقع في براثنها ويدفع الأمور دفعا بذلك الاتجاه. أنا بذكر أنه نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين كان قد ألمح مرة واحدة إلى موضوع الحل السياسي، وفوجئت بأنه أحد مقدمي البرامج التلفزيونية يستنكر ويستهول بشدة تورط نائب رئيس الوزراء في الحديث عن فكرة الحل السياسي، مع أنه المفروض أنه مسؤول سياسي، وظل يردد فكرة الحل السياسي أو يستخدمها
بطريقة تتراوح بين التعبير عن الخرف ومصمصة الشفاه، وكأنه ضبطه بارتكاب منكر لا يتعين لمسؤول أن يقع فيه. وللأسف الشديد مثل هذه الانطباعات، مثل هذا المنطق حين يسود، فإنه نحن لا نرى أصداء هذا الكلام في الخارج، لأنه إذا تجاوزنا عما يحدثه في الداخل من شقاق ومن مرارات وشروخ في بنيان الجبهة الداخلية، إلا أنه بيحدث صورة يعني لا أظن أنها تساعد حتى على تحريك المياه كده في البلد، لأنه حينما يكون الحديث عن القمع والوجود في الشارع بالدبابات والأسلاك الشائكة وفي ظل الطوارئ والقضاء المسيس، أظن أن هذه الصورة إذا أريد لها أن تصفي حسابات مع الإخوان، إلا أنها في حقيقة الأمر بتضرب في مقتل المصالح العليا لهذا البلد. في أسطورة أخرى رائجة تكاد تتحول إلى، أو كادت تتحول إلى إحدى مسلمات الواقع السياسي المصري. تقول هذه الأسطورة أن الإدارة الأمريكية منحازة إلى حركة الإخوان المسلمين، وأن رئيس أوباما الذي قيل أن شقيقه متعاون مع تنظيم القاعدة أيضا منحاز إلى الإخوان، وهو المنطق الذي يقول بصراحة أنك إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا. بهذا المنطق تحدثت بعض صحفنا عن أخوانة الإعلام الألماني مثلا، ووصفت جريدة أحد المسؤولين في الدولة أو في رئاسة الجمهورية، وصف جريدة الجارديان البريطانية الرصينة والمحترمة بأنها أصبحت من الصحف الصفراء. المنطق أنه إذا قالت المنبر الإعلامي أو إذا تبنت الجهة موقفا غير ذلك الذي تردده الصحف القومية في مصر والقنوات الخاصة، فإذا هذا في موقف العداء وموقف الانحياز. وأظن أن هذا موضوع يصعب استيعابه ولا قبوله، بل أنا بألاحظ في الكتابات الغربية أنه في سخرية شديدة من هذا المنطق، أنه من العيب أنه يكون المنطق إما أن تؤيدني وتتبنى كلامي، أو تكون متهما ومطعونا في استقامتك أو نزاهتك السياسية والفكرية. لا أحد يصدق هذا الدعاء في مصر، أن الإدارة الأمريكية منحازة للإخوان. ومن حسن الحظ أن في الآونة الأخيرة تم نشر بعض الكتابات في مصر التي تحاول أن تحذر من تبني هذه المقولة المدهشة التي تبسط وتسطح القراءة السياسية وتختزل المواقف الأطراف حتى الدول الكبرى في إما أن تكون معنا أو ضدنا. بأنوه في هذا الصدد إلى مقالين نشر في صحيفة الشروق، أحدهما لمساعد وزير الخارجية المصري الأسبق المتخصص في الشؤون الأمريكية وهو السفير إيهاب وهبة، والثاني لكاتب وباحث يراسل الشروق من واشنطن هو الأستاذ محمد الشناوي. والاثنين استنكروا بشدة هذه المقولة وفندوها بتكذيب مفصل في المقالين اللذين نشرا في الصحيفة. ومن الصعب تلخيص المقالين، لكن أزعم أنهما سلط الأضواء على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن في أحسن حالاتها أثناء حكم الرئيس الدكتور مرسي، وأن الإدارة الأمريكية ظلت طوال حكم الدكتور مرسي تدعوه لتحقيق التوازن بين مختلف فئات الشعب، وحتى أنه الرئيس أوباما قال في إحدى خطبه أن الديمقراطية لا تنحصر في إجراء الانتخابات، وإنما أيضا تستصحب أو تختبر
بكيفية أداء تعامل الحكم مع قوى المعارضة. وأيضا من الملاحظ في هذا السياق أنه الرئيس أوباما لم يحرص على الاجتماع بالدكتور مرسي حينما زار نيويورك لكي يلقي كلمة مصر في الأمم المتحدة في سبتمبر 2012، وأنه في وقت لاحق قال، والأول مرة بالمناسبة، قال أنه في حوار تلفزيوني أنه الإدارة الأمريكية لا تعتبر النظام المصري في وقت حكم الدكتور مصري المرسي أنهم هناك بمثابة حلفاء، وأنه أيضا لا ينظر إليهم باعتبارهم أعداء، والأول مرة تذكر كلمة الأعداء في قاموس العلاقات المصرية الأمريكية. النقطة الثانية أنه ما يقلق الإدارة الأمريكية تحديدا ليس عزل الدكتور مرسي، ولكن الذي يزعجها حقا أحد يعني يزعجها أمران. الأول هو إقصاء جماعة سياسية بقوة السلاح وبحجم وثقل الإخوان، إقصاؤها بالكامل من المشهد السياسي. ثانيا يزعجها أيضا افتقاد مصر إلى ديمقراطية تشمل الجميع وحكومة منتخبة تعبر حقا عن ديمقراطية الاحتواء. هذه النقطة الثانية. المسألة ليس أسفا على دكتور مرسي، ولكن قلقا على أوضاع مدنية وديمقراطية يهم الولايات المتحدة في علاقاتها الخارجية أن تبني على أساسها علاقاتها. النقطة الثالثة والمهمة أنه ما يهم واشنطن في الوقت الراهن ليس بالضرورة عودة الإخوان إلى السلطة، وإنما هو بالدقة عودة الاستقرار إلى مصر على نحو يحفظ للولايات المتحدة مصالحها ونفوذها، سواء في قناة السويس أو في المجال الجوي المصري أو في التعاون الاستخباري بين البلدين. فالمسألة ليست انحيازا للدكتور مصر، ولكننا بمنطق التبسيط والتسطيح صنفنا الإدارة الأمريكية ولاحقناها بتهم من هذا القبيل، في حين أن هذه أيضا أسطورة لا تنهض أمام حقائق الواقع السياسي المتوازن والمنصف. في أسطورة ثالثة بتدعي أن مصر ممكن أن تستعيد عافيتها من خلال اعتماد على المعونات والقروض الأجنبية، وهذا كان أو بدأ واضحا من الانزعاج الحاصل في أوساط النخبة المصرية من احتجاز واشنطن لحوالي 360 مليون دولار جزء من المساعدات بعد موضوع تنفيذ القوانين الأمريكية بعد الانقلاب الذي حدث. نلاحظ هذا أيضا في هرولة المسؤولين المصريين حتى ما يسمى بالوفود الشعبية نحو الدول الخليجية التي سارعت إلى مساندة مصر بعد 3 من يوليو لأسباب يفهمها الجميع، في حين أن احنا لم نلاحظ أبدا اهتماما، يعني هذا القلق لما يحدث خارج الحدود لم نلحظ إزاءه أو بموازاته قلقا أو اهتماما موازيا بما يجري في الداخل باستنهاض القدرات والإمكانات المحلية لكي ينبني عليها تنبني جهود تأسيس أو استعادة العافية المنشودة للاقتصاد المصري، والعافية الاقتصادية هي التي ترتب أو تسهم في استعادة العافية السياسية. كان في لقطة كاشفة في هذا الصدد تبدت في الأسبوع الماضي، لأنه أثير لغط في وسائل الإعلام المصرية بعدما نقل التصريح على لسان نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، وهو وزير شؤون الرئاسة في ذلك الوقت، الذي قال فيه أنه على مصر أن تعتمد على نفسها في تقوية اقتصادها من خلال حلول مبتكرة وغير تقليدية، وأن الإمارات حريصة على إنجاح الشراكة الاقتصادية مع مصر، إلا أن استمرار المساعدات إلى ما لا نهاية يعد خيارا غير منطقي. أنا شخصيا اعتبرت هذا الكلام
مسؤول ومخلص من رجل دولة أراد أن ينبه أنه يا أخوانا هذا بلد كبير 90 مليون، أسبوعيا بيحتاج حوالي 7 مليار دولار، لا يستطيع أن يعتمد باستمرار على التمويل الخارجي، ولكن جهوده هي التي ينبغي أن هي تكون العامل الأكثر حسما في استعادة البلد لقوته ولعافيته الاقتصادية والسياسية. هذا التصريح الذي نسب إلى الشيخ منصور جرى نفيه لأسباب غير مفهومة بعدها بوقت قصير، وأنا أجريت اتصال مع رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم بلاوي بعد عودته من الإمارات، وكان هذا الكلام قد صدر وقت وجودي في الإمارات، فقال أنه فعلا الشيخ منصور لم يقل هذا الكلام، وأنه هو الدكتور الببلاوي هو الذي قال أنه نحن نرحب ونشكر بالمساعدات الخارجية، ولكننا على ثقة أن هذا البلد لن ينهض حقا إلا اعتمادا على مساعدتي على سواعد أبنائي. جميل. ما حدث بعد ذلك أنه أولا هذا التصريح لم يبرز في الصحافة أو في الإعلام المصري، لكن أنا تابعت حوار تلفزيوني كان هذا الموضوع أساسي فيه، وكانت خلاصته أو خلاصة الرسالة التي أراد البرنامج أن يوصلها أن الخليج العربي أو دول الخليج العربي سوف تتكفل بدعم النظام المصري أو الاقتصاد المصري إلى أن يستعيد عافيته، وهذه مسألة تحكي على سنوات، وأنا تحدثت على عن 7 مليون دولار كل أسبوع، كأننا يعني نريد أن نتناول مسكنا أو مخدرا يطمئننا إلى أن ستنصلح أحوالنا طالما تأتينا المساعدات من الخارج، وهذه أسطورة عمليا مش صحيحة وسياسيا مغلوطة واقتصاديا خطرة للغاية. في أسطورة رابعة بتتردد في محيط النخبة المصرية، وهي أنه إسرائيل بعيدة عما يجري في مصر، وأنا غير متصور أنه إسرائيل يمكن أن تقف متفرجة على ما يجري. وصحيح أنه لم تتوفر لنا الآن معلومات عن دور إسرائيل قبل الانقلاب، لكن نستطيع أن نحن نلمس في الدعم الإسرائيلي الكبير للنظام المصري بعد انقلاب 3 يوليو. هذا الدعم إما عن طريق ضغوط سياسية تمارس على واشنطن، وبالمناسبة إسرائيل انتقدت واشنطن لوقف المساعدات أو احتجاز مبلغ 360 مليون دولار، وفي نفس الوقت الصحافة الإسرائيلية بتتحدث بصراحة وبحسم شديد ودون تردد عن أهمية المساندة الإسرائيلية للنظام المصري. وأنا بذكر في هذا الصدد أنه أحد أهم المعلقين الإسرائيليين اللي هو روبن بن يشاي، هو المعلق العسكري لموقع واينت، كتب بوضوح انه اسرائيل لابد ان تبذل المستحيل لنجاح الانقلاب المصري لاسباب عدد ثلاث اسباب. السبب الاول ان الانقلاب سمح بنشوب حرب ضد كل الذين يحاولون اعاده الاسلام الى الصداره في المجتمع المعاصر. اثنين ان مصر بمقتضى في ظل الانقلاب اصبحت على راس الدول التي تخوض مواجهه مفتوحه ضد قوى الجهاد العالمي التي تضر وتهدد بمصالح اسرائيل. السبب الثالث ان افشال الانقلاب يعني حرمان الغرب من تمتع الطيران الحربي من استخدام الاجواء المصريه، والتوقف عن منح حاملات الطائرات الامريكيه الأفضلية لدى الإبحار في قناة السويس، وهو ما يشكل ضررا بالمصالح الإسرائيلية. هو روني بن يشاي قال إنه
لهذا السبب أو لهذه الأسباب يتعين على الغرب أن يضخ مليارات الدولارات لأجل منع حدوث انهيار اقتصادي في مصر، يؤجج مشاعر السخط ضد أو إزاء حكم العسكر. وفي رأيه أنه الدعم الغربي والاستثمار الغربي الذي يريد له أن يتدفق على مصر ينبغي أن يركز على الاستثمار في البداية في الجيش والأجهزة الأمنية التي تتولى مهمة قمع المتطرفين. وهو بيختم مقاله بيقول فيه إنه إسرائيل لا ينبغي أن تخجل من هذا الدور الذي تقوم به في دعم حكم الفريق السيسي، لأنها بذلك تقوم بنفس الدور الذي تؤديه دول الخليج والأردن في مواصلة الدعم، لأن هؤلاء لهم مصالحهم وهؤلاء لهم مصالحهم، ولقاء المصالح عند نقطة دعم النظام الفريق السيسي ينبغي أن لا يحول دون استمرار إسرائيل في قيام بواجبها في بصراحة وبشكل علني في دعم النظام القائم. بطبيعة الحال أنه ليست هذه هي كل الأساطير الرائجة في الزمن الراهن، ولكن على الأقل هذه أبرز أساطير يمكن أن نحكي فيها هذه المرة، وربما في مرة قادمة نتطرق إلى أساطير أخرى. وألتقيكم مرة أخرى وأصبحوا على خير.